أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا والقمر نوراً وقد تره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون تقول ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأن وَرَضُوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدي تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحان حَسَنَكَ اللهُمَ وَتَحِيَّتُهُم فِيهَا سَلَامَ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم